السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين، إن شاء الله مرتاحين. رجعت لكم مقطع جديد، وكما عودناكم في قناة أبو فهد أكيد أي شيء تطلبوه تدللوا حبايبي. فقبل ما نبدأ بمقطعنا لهذا اليوم، أتمنى اللي ما سوى لايك سوى لايك، واللي ما سوى شير يسوي شير، ويا ريت تفعلوا زر التنبيهات اللي هو الجرس علشان توصلكم إشاراتنا ويوصلكم كل جديد. حبايب قلبي، اليوم راح نتكلم عن هجمات واستراتيجية في تاون 10. أكيد أنتم تعرفونها، ولكن راح أكلمكم عنها كأنكم ما تعرفونها قبل، اللي هي الماينر. ولكن راح نبقى مع فاصل وتعليقاتكم المميزة، وبعدها نرجع لكم. ومثل ما انتم شايفين يا شباب، هذا هو الجيش اللي هو عبارة عن الهيلر والساحر واثنين بالون، ستة مفجر، 26 ماينر، عفوا 22 ماينر ومنيون للتنظيف. خلينا على طول نروح نجرب هذا الجيش مع بعض وتشوفوا قدرته على المسح. ومعنا اول تصميم اللي هو التاون 10. سامحوني يا جماعة، ما قدرت أجيب لكم أو أهجم لكم هجمات كثير، يعني عندي يعني ضيق في الوقت يعني بشكل مو طبيعي. فخلينا نبدأ هذه الهجمة ونشوف، ونحط الملكة نحطها هنا. تمام، هذا أنا أبغى أطير هذا المربع بالكامل علشان أدخل الجيش من الطرف الثاني. نزلنا البيبي هنا عشان ما تشطح الملكة والمفجر. يا جماعة بالمناسبة أنا بطأت شوي الصورة هذه يعني علشان تشوفوا كيف تتحكم بالملكة الماشية. طبعا أغلبكم يعرف يهجم بالملكة الماشية، ما عليكم زود، ولكن علشان التأكد، لأنه أهم شيء زي ما أنتم عارفين في هذه الاستراتيجية لازم تتقن الملكة الماشية علشان ما تخرب عليك الهجمة كلها. فإحنا وصلنا للإكسبو، نبغى نطير الإكسبو والملك. هذا الملكة قيد التطوير، حلو حلو حلو. إلى الآن ريج علشان الملك ما يفشخنا، وننزل هنا العربة والملك علشان ما يشطح الماينر. خلاص الملكة نزلنا هذا البالون كمان عشان ما يكون في أي فخ جوي. نزلنا الماينر هنا في هذا المربع تحديدا، نلحق نشوف إذا المهم ما مسكت في البيكة. أهم شيء تمام ما مسكت في البيكة. حلو، تقدم رهيب، ويا سلام يا سلام. الهيل هنا علشان برج القنابل، أنا استعجلت فيه، ولكن حلو. قبل ما يوصل للماينر ضربته الملكة. حلو، طلع الدعم اللي هو أنا أخذ معي الهوغ، معك 7 هوغ مع تجميد ماكس. حلو، الهيل في هذا المكان علشان اذا في اي افخاخ او اي شيء. تمام 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 تمام. الى الان زي ما انتم شايفين يعني قاعدين نمسح بسهوله يا جماعه، يعني شيء رائع جدا. حلو، باقي عندنا هذا المربع. شوف الوزرد قاعدين ينظفوا الباقي من المباني. تجميد في هذا الوقت لسه معانا، سم معانا، تجميد استخدمناه، ما نبغى نرميه في النص. بس انتم شايفين كيف الهجمة جدا قوية والاستراتيجية رائعة جدا. يعني شوفوا كمية الجيش الباقية، رغم ان التصميم صعب يعني ما هو بسهل، ولكن فشخناه. خلينا نروح نشوف هجمة ثانية كمان ونتأكد مع بعض قوة هذا الجيش. الملكة الماشية في هذا المكان، حلو 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 حلو. تقدم، التصميم مقسوم لأكثر من قسم، فإحنا نبغى نتخلص من الأقسام هذه واحد ورا الثاني.
فالوجهة زي ما يقولوا اللي هو التاون إن شاء الله تعالى. نشوف هل وصل له ولا لا. حلو الإكسبول اثنين قاعدين يضربوا في الملكة، فاضطرينا نستخدم الريج. حلو حلو حلو، إلى الآن ماشيين تمام. يا سلام يا سلام، الإكسبول ما زال يضرب الملكة بقوة، والملكة تناضل للبقاء. حلو، المفجرين هذولي ما أعرف أنا ليش رميتهم صراحة، واضح انهم راح يروحوا يعني شمال ويمين، بس يعني كذا كذا ما احتاجهم. حلو نخلص اهم شيء، نوصل الاكسبو هذا معانا تجميد. التجميد بهذه الاستراتيجية لمساعدة الملكة. حلو 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 حلو، الى الان تمام. التجميد الثاني لازم الان استخدمه تمام علشان ما تروح الملكة. حلو حلو حلو، يا سلام عليك يا سلام عليك. حلو حلو حلو، ما عاد بقي معنا تجميد، فحنضطر نستخدم الخاصية. التنظيف الملك والعربة والجيش في هذا المكان، يعني الملكة أنا خلاص ما نقدر نطلب منها أكثر من اللي سوته، لأنه بصراحة سوت الكثير. فالهيلر خلاص من ماتت الملكة راحوا ويا الماينر، وخروج الدعم في هذا التوقيت. حلو الهيل في هذا المكان، حلو 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 حلو، عملية اقتحام للتصميم بشكل كامل، دمار من كل ناحية يا جماعة، تفجير اول برج قنابل، عفوا ثاني برج قنابل، وباتجاه الوزر تاور طار طار الانفرنو. حلو 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 حلو، شوفوا شوفوا قوة الهجوم، شوفوا قوة هذه الاستراتيجية يا جماعة، شيء والله خرافي. يعني صار واضح عندكم قوة هذا الجيش، أتمنى تستخدموه، وأتمنى أني أكون فدتكم. يعني الجيش هذا جدا قوي يا جماعة. كان وياكم أخوكم أبو فهد، أحبكم، مع السلامة.